لازم نستقر، وإلا مش هنقدر نتقدم خطوة واحدة، لازم استقرار. ومعنا مكالمة تانية، اتفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة؟ أهلا وسهلا، مين معايا يا فندم؟ حبيبتي أنا بحبك أوي أوي أوي، معاكي أختك أم بسنت من حلوان. أهلا يا أم بسنت، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي، أنا بحبك أوي ولبسك زي القمر زي القمر. ميرسي ميرسي. دلوقتي يا ست الأستاذة، أنت كنت بتقولي كلام كده مهم من شوية، وبتقولي يعني البلد رايحة على فين. أيوة، أنا بصراحة مع رأي حاج بغداد اللي اتكلم من شوية، البلد رايحة في 80 داهية يا ستي، وحياة ربنا ربنا يستر علينا يا رب. يعني حضرتك تشوفي جرائم خطف بتحصل وبلطجة وحاجة يعني مش ممكن، ربنا يستر يا حبيبتي. حضرتك يعني مثلا عندك ابني ما كلش بقاله 3 ايام، خايفة انزل اشتري شوية اكل يا حبيبتي لا يحصل لي حاجة في الشارع ولا حاجة واتخطف ولا يحصل لي مفيش غيره. يعني احفظ مصر يا رب، تعبانه 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 يا حبيبتي والله. يا رب يا رب ادعي لنا يا حبيبتي وادعي للبلد. يعني لك الله يا مصر. معلش يا ام بسنت، ان شاء الله خير ان شاء الله. طبعا عندك حق يا حبيبتي في كل اللي بتقوليه. بنقول للشباب الجميل وبنقول لأولي الامر، اسمعوا الشعب بتاعكم. ادي الشعب اهو على الهوى ومن غير تقطيع ولا رقابة، ولا عمرنا حنكتم صوت لحد، ولا عمرنا حنقفل السكة في وش حد. معنا اتصال تاني من طفل صغير. زي ما حضراتكم عارفين ان الاطفال هم شباب المستقبل، هم البراءة، هم النقاء. خلونا نسمع صوت المستقبل هيقول لنا ايه. مين معايا؟ ايولو. ايوه حبيبي، مين معايا عايز تقول ايه؟ الو الو. ايوه يا حبيبي، اسمك ايه؟ اسمي حماده 9 سنوات. اسمك حماده 9 سنوات؟ لا هم قالوا لي. هم مين؟ اكيد بابا ماما طبعا. بابا وماما. طيب يا حماده يا حبيبي، انت عايز تقول ايه؟ حضرتك انا حضرتك انا مش عايزه اقول على اي حاجه خالص، انا بس كل اللي انا عايزه اقوله حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وابن الحرام. الو حماده. حماده انت قفلت السكه؟ انت معايا يا حماده؟ انا معاك يا طنط. معلش انا، لا انا خبطت في الترابيزه. على فكره رامي ما كانش يعرف، وانا متاكد وما عنديش شك في كده. طبعا. لا لا اكيد اكيد ما كانوش هيدبسونا التدبيسه السودا دي. لا كتر خيرهم طبعا. طبعا كتر خيرهم. يعني احنا اصلا العيله كلها خير. خير كتر خيرهم.